ديل بيرو. ديل بيرو يلعب كرة باتجاه اللاعبين. تسديدة للطيور. إكلاندي ديرو من جانب اللعب. أكويلوني. يسجل أكويلوني بتسديدة قوية. كرة قوية استقرت داخل الشباك. إكلاندي ديرو في البورتا. ديرو يعلن عن جول. أكويلانو بتسديدة قوية تستقر داخل الشباك أمام الإعادة. ارتدت من الدفاع. أكويلانو مباشرة يسكنها داخل المرمى. 2-1. اليوفي يعود مجددا للتقدم على الصعيد النتيجة. وأكويلانو في الملعب. هدف ثاني لليوفي. فرحة